الصورة وقيلة كيف جا. ناخدو العجينة 600 غرام ديال الفرز، معلقة كبيرة ديال حليب غبرة، كمارة، كمارة الحلو، جوج معلق كبار ديال الزبدة مذوبة، شي شوية الملح، والماء بارد باش نعجنو. الماء بارد غادي نحتاجو للتوراق، شي شوية ديال الزبدة بوماد مخلطة مع الفاني، ساشي ديال الفاني، واخا، ونحتاج واحد شي شوية ديال الزيت حتى هو بوحدو، ما نخلطوش مع الزبدة وفاني. غادي ندلكو العجينة مزيان باش تولي بحال المسمن عادي، نغطيه ونخليه يرتاح، كل ما ارتاح مزيان تقريبا شي نص ساعة هكاك راه مزيان. غنبداو نشكلو كريسات صغيورين قد المشماش، صغيورين كل ما كانوا صغار كنتحكمو فيهم مزيان. ونبداو نخليو العجينة ونبداو بالقرصة الأولى، نبسطوها بالزيت وندهنوها مزيان بديك البومات ديال الزبدة والفاني، ونطويوها بحال المسمنة على أربعة صغيورة حتى نكملو الكويرات كلهم. نمشيو نصيبو الحشوة، الحشوة فيها جوج حكاك ديال ياغورت فاني، علبة ديال الجبن راه معروف الجبن، جوج معالق كبار ديال النشا، ثلاثة المعالق كبار ديال الكونفيتور مشماش، وبيضة كبيرة، وبيضة، نخلطوهم مزيان وناخدو أول مسمنة نسرحوها دائما بشوية الزيت وشوية من ديك الزبدة، نبداو نسرحوها على الطول باش تجي مستطيل. راه درت لك التصاور تتحطيهم إن شاء الله باش يشوفوا السيدة الطريقة مزيان، بحال بغينا نصيبو السيكار. نحطو الحشوة، واخا نشوفو الحشوة جارية ما تخافوش، راه ملي غادي تدخل الفرن كتجمع مع البيض، فوالا كتجمع وكتجي رائعة. كنشدو داك المقص ديال، ماشي المقص، الموس ديال البيتزا، نرشمو القدام باش تجينا هذيك الطويه الفوق مشرطه، فهمتي يا كسالة؟ ونطويو. هذا الشكل الاول. الشكل الثاني كنبسطو ديك المسمنه تبقى مربعه ونضربو ليها القنات ديالها، بحال كتولي عوض ما كيبقاو عندنا اربعه القنات كيوليو عندنا ثمانيه القنات، ما كنوصلوش للوسط، الوسط نحطو فيه الحشوه ياك. وكنبداو نشدو قنت بقنت ونلويو على ديك الحشوه هاك 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 تجينا على شكل ورده، واخا هذيك غادي تشتت لينا في الفران، داكشي علاش كنحطوها في المول ديال الكاب كيك. ايه باش ما يخرجش، باش ما تحلش ديك العجينه، نديرها في الكاب كيك مدهون بيان سور، ايه في دوك القوالب الفرديه. ايه كندهنوا المسمن بالبيض، وكل وحده شنو كضيف لذاك البيض على حسب كل سيده. كنسخنوا الفران يكون سخون مزيان غير لتحت، العافيه تكون شاعله لتحت، ندخلوا داك المسمن يطيب مزيان، عاد نشعلوا ليه الفوق باش يتحمر شويه. حنا نكونوا موجدين شي شويه ديال لا كونفيتور مطلوقه مع شي شويه ديال الماء وفوق العافيه مسخنين. علاش درنا حنا الحلاوه؟ لان الحشوه، لان المسمن عفوا ما فيش السكر، الحشوه مخلطه ما بين السكر والملح، داك الناطاج اللي كنابيو به داك بلا كونفيتور كيجي كيقاد لينا المذاق، كيجي مذاق رائع، كيجي شي حاجه زوينه. كنخرجوها كندهنوها بداك لا كونفيتور، شي شويه ديال اللوز كونكاسي محمر شويه، ونذوقوا كل وحده والذوق ديالها. وكيجي زوين، عرفتي كتقولي هذا راه مصوب بورقه ديال البسطيله ولا شي حال، ولا بلاطات فيتي، ولا ما كتعرفيش كاع باش تصيب، كيجي مرق وكروستيون كروستيون، كيجي رائع. بالصحة والراحة. يعطيك الصحة تبارك الله عليك، فعلا غيفاس بريستيج، وحتى الحشوة مختلفة، فيها ياغورت يعني بجبان فوالا كتكون ما بين الحلو والمالح، كيعطيك واحد لوكو زوين.